السلام عليكم البنات، معكم طبخ مع ام هاجر. كي راكم دايرين؟ كلشي مزيانين، نتمنى كلشي تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نشارك معكم هذا النهار الرز بالدجاج. عندي هنايا دجاجه كامله، عندي كيلو ديال الرز، عندي 5 ديال البصلات مشلضين، عندي واحد الحبه نتاع الزروديه او بورطل قطعه صغيره، وعندي الزنجبيل، وعندي جوج حبات نتاع مطيشه قطعتهم صغارين، وعندي جوج مغارف كبارين نتاع الجلبان، وعندي معلقه كبيره نتاع الطوابيل، عندي نص معلقه نتاع الملح، عندي 4 ديال التروسه ديال الثوم مقطعين صغارين، وعندي واحد الفلفله حاره، وعندي 300 غرام نتاع الذره. وانا هادو هما الطوابيل اللي كنستعمل لهاد الوصفه نتاع الرز. هادو هما العيالات اللي كاينين هنايا، راه كيتباعوا فرديط هاين، وكيتباعوا عند الطورك، وكيتباعوا في طنجه. العيالات اللي في المغرب يشوفوا اسواق السلام ولا مرجان، مانيش عارف تما هما يعرفوا منين يشريوهم. غادي نبدا على بركه الله. عندي واحد نص معلقه نتاع الطوابيل من هادو، وغادي نشمل بهم الدجاج. عندي نص معلقه بالنسبه للتوابل، انا كنعبر بهذه، ما غادي ندير لا بايبر لا الفلفل الاسود لا الاحمر، غادي نعمل الملح وهاد الطوابل معلقه كبيره، ونص معلقه غادي نشرمل به الدجاج ديالنا باش يجي محمر مزيان. وغادي نبدا على بركه الله. بسم الله، هكا كلشي ندخل معهم هاد الطوابل. عندي الكاس نتاع زيت الزيتون، وما تجيلكمش البصله بزاف، راه انا عندي جوج طباسان تاع الرز، والرز ديالي غادي نسقيه انايا بهاد البصله، ما غادي ندير فيه لا ما لا والو. غادي تبغي هكاك، نتوما كل وحده دير على حسابها. والدجاجه قطعتها صغيره بحال هاد الشكل باش يدخلوا مع يدخل معها الطياب مزيان. طيب ما خصوش الدجاج بحال هاد الوصفه، ما خصهاش تجي الدجاج تقطعوه كبير، وكل وحده دير على حساب العائله ديالها، وراه كتجي لذيذه بزاف هاد الوصفه الصراحه، كتجي زوينه كتجي بنينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها. هانتوما كتشوفوا الدجاج كيفاش شرملتو بحال هكا هاد الشكل، كنقطعو هكا صغير، كنفوت فيه السكين من الداخل باش تدخل معاه الشرميله. وغادي ندير الزيت، الزيت ما تجيلكمش بزاف، راه البصله كتشرب، غادي تشربها كامله. غادي نحط اللحم ديالي يتشحر، وغادي نحطها على الفرن طيب. عندي هنايا كيلو ديال الرز، راني غسلته مزيان، خرجت منه ديك الغبره، وراني كنعبر انا بالكسرونه. عندي كيلو ديال الرز، عندي هاد الكسرونه كتهز كيلو ديال الرز، وعندي دروكي عندي كسرونه عامره نتاع الماء اللي غادي ندير في هذا الرز. ندير كسرونه ونص صغير، ماشي نص كبير، نص صغير، نزيد غير واحد شويه نتاع الماء بحال هكا.
بلا ما تبقاو تيبوه تكثروا له الماء وتبقاو عاوده تصفيوه بهذه الطريقه، كيجي نيشان بحال اللي فوطوه واش تصفيوه، وكيجي باسل هذيك اللي تصفيوه باش يخرج به الماء ما كيجيش لذيذ. وهذه الطريقه كتجي نيشان. ودروك غادي نحطو غادي النار، غادي نجهد له النار، غادي نعطي له النار كامله. منين غادي يبقى يغلي غادي نقص النار على نص ونخليه يطيب غير بالعقل غير بلاتي حتى يطلع يتشرب كلشي ديك الماء، وغادي نطفيلو وغادي نحطو يطيب. والدجاج ديالنا راه يتشحر والروز غادي نحطو يطيب. اللحم ديالنا كيجي بحال هذا الشكل، كيجي هكا مشحر ومحمر، وغادي نزيد عليه البصله ونخليها عاوده تشحر مزيان. عاد غادي ندير عليها الطوابير، الطوابير ما غاديش نديرهم الان. عندي غادي ندير واحد الحبه ديال بورطل او الزروديه والجزر، غادي ندير عليه الملح، نص معلقه تاع الملح، غادي ندير الثومه والفلفل، فلفل عندي واحد الحبه، وندير بعض ديال الرز ديال الثومه، وعندي جوج معالق تاع الجلبانه. غادي نخلي غير الزنجبيل ومطيشه والطوابل حتى التاليه اللي غادي نديرهم حتى يتشحر مزيان، وعاد ندير الطوابل ومطيشه. الرز ديالنا راه طيب، كيجي بحال هذا الشكل الا عبرتوا له الماء، ها انتما كتشوفوا. دروك غادي ندير انايا البصله ديالنا تشحرت كتجي بحال هذا الشكل، هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي. وغادي ندير طوابل، وديك الطوابل كاع كيتشرب ديك البصله، وما غادي ندير فيه لا الماء لا والو، غادي ندير فيه غير مطيشه وصافي. ندير فيه غير مطيشه والقفله ديال الزاج كتهود ديك الماء، انا غادي نديرها مطيشه. عندي جوج حبات تاع المطيشه قطعتهم صغارين، وغادي ندير الزنجبيل. كنخلطهم هكا مزيان، انا كان عندي طنجره تاع المقله عفوا تعمرت، وحيدت الدجاج حتى تشحرت البصله. ودركا درت غادي عدلت الدجاج ستفتو، وغادي نحطها تطيب حتى تطيب مزيان، غير هذيك الماء باش غادي تطيب، هذيك الماء ديال المطيشه غادي تطلق الماء ديك المطيشه فيه غادي يطيب الدجاج. وغادي نحطها تطيب على الفرن ان شاء الله تجربوها، راح كتجي لذيذه بزاف. نتوما كتشوفوا غير تنقصوا لها وتولي غير القفله، الماء اللي كيكون في القفله كيهبط في المقله مع ديك المطيشه مع الماء ديال المطيشه، وكيطيب غير في ديك الشيء ما كنديروش الماء. واللي عندها المقله ديالها كتلصق ضروري خصها دير واحد الكاس نتاع الماء ولا كاس كاس ولا نص كاس نتاع الماء اللي دير. الريحه ما شاء الله مزينتها، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتصيفطوها كل شيء اللي عندكم في الواتساب، وما تنساوش تدعمونا باللايك الى عجب لكم الفيديو، وتضغطوا على الجرس الاحمر يوصلكم كل جديد. وراه تجي بحال هذا الشكل، من ان شاء الله تجربوها. طوابل نتاع هندوس، نتاع الهندوس ماشي نتاع المغرب، هذيك الطوابل
وفيهم الريحة زوينة، كتجي فيهم الريحة زينة وفيهم البنة. وهكا تخليوها من 45 دقيقة حتى لساعة حتى تشوفوا اللحم ديالكم طيب. انا على حالي طيب قالوا والو، غادي نخليها واحد 10 دقائق وصافي غادي نطفيها. الرز ديالنا راه طيب وكيجي بحال هذا الشكل، وراني زينته بالذره. نتمنى ان شاء الله يكون عجب لكم وتشاركوه مع العائله ديالكم ومع فاميليا ديالكم ومع صحاباتكم مع اللي عندكم في الواتساب، وتجربوه وتردوا عليا ودعمونا باللايك الى عجب لكم الفيديو. والسلام عليكم.